بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هذه الآيات اللي تجي مش قاعدة تبشر بخير، آية مستواه من التهديد أضعف مستوى، بعد ربي ينقلهم إلى مستوى أعلى شوية من الحضيض، بعد مستوى أعلى حتى يوصل مستوى متوسط، وبعد ربما يختم لهم بمستوى أرقى مستوى في التعبيد في الدنيا، ثم في الرحلة البرزخية، ثم في الآخر، والعياذ بالله ساءت عاقبة المنذرين الذين يرفضون الدين في حقيقتهم ويلهجون باسم الدين على لسانهم لكي نغتر بهم. وكيف ما تقول انت عديوا علينا، لكن عديها عليا كما تحب، لكن الله لا تقدر على خداعه. تخادع ربي فهو يزيدكم مقتا ويزيدكم عذابا ويزيدكم خيبات على اكثر من الخيبات اللي ذقتوها ومررتكم عيشتكم. يا من حالت لكم الدنيا حلوها ينقلب إلى مر، فالغصص تأتي تباعا وبالغصص تموتون شر، تقتلون شر قتلة وسلم.